وننتقل إلى موضوع آخر في الفلبين وشوية طقوس غريبة تحتفل بها قرية في الفلبين كل عام خلال مهرجان الطين، وذلك في ذكرى نجاة أهالي القرية من بطش اليابانيين بأعجوبة أيام الحرب العالمية الثانية. في 24 من يونيو من كل عام تحتفل بلدة بابكالات بمهرجان الطين للاحتفال بذكرى شفيع قريتهم، وعلى حسب العادة يقوم رجال القرية فجر هذا اليوم بحمل عباءاتهم المصنوعة من أغصان شجرة الموز إلى حقول الأرز لغمسها في مستنقعات الطين ومسح أجسادهم بها، وبعد أن يرتدي كل منهم عباءته يتجهون إلى الكنيسة كأشجار موز متحركة مارين بأهالي قريتهم للحصول على الصدقات والتبرعات. وبحسب زعيم القرية تعود طقوس المهرجان إلى فترة الاحتلال الياباني للفلبين أيام الحرب العالمية الثانية، فقبل 73 عاماً قامت القوات اليابانية المتمركزة هناك باعتقال معظم رجال القرية والتوجه بهم إلى الكنيسة لإعدامهم، إلى أن النساء والأطفال بدأوا بالصلاة طالبين الرحمة. يقول أجدادنا إنه قبل تنفيذ الجنود لحكم الإعدام بدأت السماء تمطر، وعلى ما يبدو فإن الجنود اليابانيون يخافون من المطر، بدأوا بالهرب والاختباء ولم ينفذ حكم الإعدام، ومن سعادة القرويين أخذوا بالتدحرج واللعب في الطين. بالنسبة لأهالي قرية بابكالات فإنهم نجوا بأعجوبة من بطش اليابانيين، ولهذا يحتفل أهالي القرية كل عام بهذه الحادثة على أمل ابتعاد الشر عنها. هلا قنديل، العربية.